أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، أخواتي الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبداو الدرس ديال اليوم غادي نصحوا الواجب اللي كلفتكم باش تنجزوه في الحلقة الفايتة، إذا انتبهوا معايا جميع التصحيح ديال التمرين. إذا كان المطلوب منكم في هذا التمرين أنكم تقراوا هذه الأعداد وتقارنوا بيناتهم بوضع الرمز المناسب. إذا بالنسبة العددين الأولين شكون اللي تفضل تقراهم لينا وتعطينا الرمز؟ أمينة تفضلي. عندنا العدد 15 أصغر من 18. نعم، إذا 15 أصغر من 18 وكنوضعوا الرمز ديال أصغر من. أصغر من. نعم، بالنسبة لهاد العددين 99 أكبر من 95. نعم، والرمز أكبر من. حسن جدا. الآن بالنسبة لهاد العددين 30 تساوي 30. حسن جدا، إذا غادي نديرو الرمز ديال تساوي. حسن جدا. إذا الآن من بعد ما قارنا ما بين هاد الأعداد ديال العشرات، الدرس ديال اليوم غادي نرتبو هاد الأعداد باستعمال الرمز. إذا الترتيب ديال أعداد العشرات باستعمال الرمز. إذا لاحظوا معايا هاد الأعداد، شكون اللي تفضل وتقرا لينا هاد الأعداد؟ أمينة. كلهم. نعم كلهم، يلا قرايهم. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. حسن جدا. اذا هاد الاعداد هادو كيف كتلاحظوا كيفاش مرتبين؟ رقية كيفاش مرتبين هاد الاعداد؟ من الاصغر الى الاكبر. مزيان، من الاصغر الى الاكبر. اذا من 10 الى 90. اذا الرمز اللي غادي نستعملوه هنا هو الرمز ديال أصغر من. أصغر من. حسن جدا. دابا شكون اللي تقرا لينا هاد الأعداد باستعمال الرمز أصغر من؟ سميرة تفضلي وقرايهم باستعمال الرمز. 10 أصغر من 20. نعم. 20 أصغر من 30. 30 أصغر من 40. 40 أصغر من 50. 50 أصغر من 60. 60 أصغر من 70. نعم. 70 أصغر من 80. 80 أصغر من 90. حسن جدا. إذا أكبر عدد هنا هو 90. إذا من بعد ما رتبنا هاد الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، الآن غادي نجزو جميع واحد التمرين اللي تهو غادي نرتبوه فيه هاد الأعداد ديال العشرات باستعمال الرمز، واللي غادي تزيدوا من خلاله تفهموا مزيان. إذا انتبهوا معايا لهاد الأربعة ديال الأعداد اللي عندنا. إذا العدد الأول 40، 17، 33، 25. إذا هاد الأعداد غادي نرتبوهم من الأصغر إلى الأكبر باستعمال الرمز. إذا فينا هو أصغر عدد في هاد الأعداد؟ أمينة. 17. 17. حسن جدا. والرمز اللي غادي نوضعه أكبر أصغر من. أصغر من. حسن جدا. إذا 17 أصغر من. إذا هاد بقاو لينا ثلاثة الأعداد اللي هي 40، 33، 25. إذا أصغر عدد في هادو سميرة 25. إذا أصغر عدد 25، والرمز اللي غادي نوضعه أصغر من. إذا أصغر من أي عدد رقية؟ 30 أصغر من 40. لا، حنا دابا 25 أصغر من 40. أصغر من 40. إذا باقي عندنا 33 و40. فين هو اللي صغير؟ 30. لا، 25 أصغر من 33. 33. انتبهي مزيان. نعم، إذا آخر عدد هو الأكبر. أمينة. 40. 40. 33 أصغر من 40. حسن جدا. إذا الآن من بعد ما رتبنا الأعداد ديال العشرات من الأصغر إلى الأكبر باستعمال الرمز، غادي نخليكم مع التمرين اللي عندكم في نهاية هذه الحلقة في الكتاب المقرر اللي بين يديكم، واللي غادي تنجزوه ونصحوه إن شاء الله في بداية الحلقة المقبلة بحول الله. إذا انتبهوا معايا للتمرين. إذا التمرين حتى هو مطلوب منكم أنكم ترتبوا هذه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر باستعمال الرمز. إذا غنتبعوا نفس الطريقة اللي نجزنا بها التمرين جماعة. مفهوم؟
وهكذا عزيزاتي المشاهدات أعزائي المشاهدين غادي نكون وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديالنا. ما بقى لي إلا نودعكم على أمل لقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.